فحالية جديدة اليوم راح يقودها أبو ماسيس. اليوم راح أسوق لكم إي موبيل أو زلاجة، شو تسموه بكيفكم. أول محاولة. عندنا اليوم عائلة كلهم راح يقودون الدراجات مع بعض، 7 دراجات 9 دراجات. أسلوب قيادة الدراجات هذا يمشي قدام المريض أحد المعلمين والباقي راح يتبع. احنا اتبعنا نفس الاسلوب بمسافة 10 متر حتى لا يتصادم. اوكي، عائلة كاملة اخذنا لهم دراجات او زلاجات راح يسوقون سوا، او بالاحرى عدة عوائل مجتمعين مع بعض واتفقوا ان يسوقوا الدراجات سوا في منتجع صاخ كاتور في ارمينيا. اكو واحد راح يكون قائد قدامهم اللي يسوق الدراجة والباقين راح يرافقوا. الشروط هنا أنا شروط الامان، المفروض تبقون 10 متر بين ماطور وماطور زلاجة واخرى حتى مثل ما يقول نبتعد عن المشاكل. خلصت الرحلة مالهم ورجعوا. شكرا للفيديو، صديقكم هاي دانيال من أرارات للسياحة. اللي يحب يشارك في شي جولات يقدر يتصل بينا. يلا.